أحبائنا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الإيمان والعقل. موضوعنا النهاردة هو مدخل للأسرار. في البداية حابين نرحب بأبونا جون جبرائيل الدومينيكاني. أهلا وسهلا بحضرتك أبونا. هو مدير دار الإكويني للنشر والحاصل على ماجستير في اللاهوت الأساسي من جامعة ليل. أبونا، كنا حابين نسأل حضرتك في البداية، إيه معنى كلمة أسرار؟ طبعا مهم، علشان احيانا الكلمه بالعربي فيها التباس، علشان في سر اللي هو ايه، اللي هو بيقول لك لو طلع ما بين اتنين ما يبقاش سر، فده بتبقى ترجمه لسيكريت. بعد كده في سر اللي هو ميستري، ترجمه الميستري اللي هو ايه، بمعنى اشمل، شيء ممكن بيلفه الغموض او ممكن شيء واسع، يعني مهما الانسان يتعمق فيه بيكتشف، زي مثلا سر الحب، سر الموت، سر الله، سر الحياه. ولكن كلمة سر لما بتضاف إليها كلمة الكنيسة، اللي بنقول أسرار الكنيسة أو سر الكنيسة، دي ما هياش حاجة الكنيسة مخبياها وما بتقولش عليها لحد، ولكن دي ترجمة من اللاتيني لكلمة ساكرمنت. طبعا ده بيبين برضو إنه اللغة بتاعتنا محدودة، لأنه اللغة هي كمان رمز، الكلمات هي رمز، علشان بنعبر بيها عن معاني أكبر، وأحيانا ما بنلاقيش الكلمة اللي بتعبر عن المعنى الأعمق ده، ده هيدخلنا في معنى سر. فإذا ساكرمنت هو جاي من كلمة لاتيني، جاي من ما هو مقدس، وبتعبر عن حاجة ملموسة، شيء ملموس، ولكن الشيء الملموس ده بيعبر عن حقيقة أكبر منه، أو أشم، أو يعني أكبر أو أعمق من الشيء المحدود اللي أنا بلمسه. وده زي ما كنا بنشوف مثلا في الحضارات، وحتى الحضارات قبل المسيحية وحاليا، إنه الإنسان دايما بيتعامل برموز. الرموز كتيرة بنستخدمها، السلام بالإيد، الحضن، الوردة، الرموز في الكنائس بتاعتنا، السمكة، كل دي رموز إحنا بنستخدمها في الحياة. فإذا معنى كلمة سر هو علامة ملموسة مقدسة، ولكن بتوصل حقيقة أكبر من اللي إحنا بنلمسه بإيدينا. أبونا، نقدر نستنتج من كلام حضرتك إن السر هو عبارة عن شيء ملموس بيعبر عن حقيقة إيمانية، لكن هل في الأسرار إحنا بنقدس المادة دي؟ طبعاً دلوقتي ده مهم برضو، علشان ده يخلينا ننتقل لخطوة تانية من فكرة الرمز. السر في الحقيقة، وإن هو بيرمز إلى شيء، لكن هو مش مجرد رمز، كمان هو مش مجرد وسيلة، يعني مش وسيلة أنا استخدمتها وخلاص. أولاً السر هو طريقة بشرية إلهية في العلاقة بين الله والإنسان. المادة في حد ذاتها ما هي الشر، بالعكس دي كانت المادية، يعني فكرة الثنائية بين المادة هي شر والروح وكل ما هو غير ملموس هو خير. الإيمان المسيحي هو ضد ده، عشان كده العصرة أو الصدمة اللي بتقدمها المسيحية إنه إزاي الله يصبح جسد. فإذا المادة ما هي الشر، وهي كمان مقدسة، بمعنى إنه من خلال شيء ملموس فيه، هي قناة للنعمة المسيح بيوصل لنا من خلالها. يعني عشان كده المسيح نفسه بيعمل من خلالها، نعمة الله بتعمل من خلالها. ده السبب إنه في لاهوتي دومينيكان اسمه إدوارد سكيلابيكس بيتكلم على إنه السر هو لازم يتفهم، وده مهم في فكرة الرمزية، إنه يتفهم من خلال العلاقة والاشتياق، العلاقة بين الله والإنسان، الله اللي بيمد إيده للإنسان، والإنسان اللي عنده شوق، عنده اشتياق، رغبة للالتقاء بالله. عشان كده السر الملموس هو تواصل وعلاقة أكتر من إنه هو أداة. علشان نلخص كل ده، إذن السر هو طريقة بشرية إلهية للتواصل مع الله، وهو قدرة الله الخلاصية لينا إحنا كبشر بطريقة إحنا كبشر نقدر نفهمها. أبونا، طيب هل تم تحديد الأسرار إمتى؟ أول حاجة عايز برضو أوضحها قبل ما أجاوب على السؤال، لما بندي تاريخ عن إعلان عقيدة معينة، ده مش معناه إنها شيء جديد مستحدث، زي مثلا في مجمع نيقيا قسطنطينية لما نقول نؤمن بإله واحد، مش معنى كده إنه قبل نيقيا ما كانش فيه إيمان بإله واحد مثلا.
فده مهم انه علشان المؤمنين يبقى واضح ايه الاسرار، ايه الحاجات اللي قريبه للاسرار، زي مثلا الرهبان بيسموها اشبه اسرار، مثلا التكريس الرهباني الى اخره. في الواقع هي الكنيسه الكاثوليكيه اللي هي اول كنيسه تعمل لائحه بالاسرار، وده كان اللائحه الرسميه اللي هي صدرت في مجمع ليون في فرنسا سنه 1274. بعد كده المجمع في فلورنسا سنة 1439 أكد ده، وبشكل خاص المجمع التريدونتيني بيسرد كل تسمية الأسرار سبعة سنة 1547. الحاجة اللطيفة كمان إنه الكنائس خصوصا الكنائس الأرثوذكسية هي حافظت على التقليد، يعني التقليد الكاثوليكي اللي هي حددته بالسبع أسرار زي الكنيسة الكاثوليكية لحد النهاردة. فإذن هم سبع أسرار من القرن الثلاثة عشر لحد القرن الستة عشر كانت ثبتت كحاجة رسمية من الكنيسة الكاثوليكية، وده استمر في بقية الكنائس التقليدية الأخرى. أبونا شكرا لحضرتك. أحبانا في نهاية لقائنا نحب نشكر حضراتكم، بنشكر أبونا جون جبرائيل الدومينيكاني، على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم الإيمان والعقل.